النشأة كانت الله يسلمك أنا الوحيد من الإخوان اللي مولود في المنامة والوحيد من الإخوان اللي مولود في المستشفى. الإخوان والخوات كلهم كانوا مولودين في الحالة، والوالد كان ساكن في الحالة إلى سنة 67. 67 تحول إلى المنامة وأنا الوحيد اللي مولود من المنامة. النشأة كانت بين المنامة وبين الحالة لأن الأهل كلهم كانوا موجودين بالحالة. طبعا الوالد الله يرحمه توفى سنة 74. كنا 7 إخوان، اليوم 6 إخوان وخمس خوات. طبعا المسيرة مثل ما تفضلت النداشين في التجارة، جدي كان يجيب أغمشة من الهند، وبعدين الوالد أول شيء راح درس في الهند كميكانيك راديوات، مصلح للراديو. بعد ذلك دش في مسيرة التجارة، والمسيرة اللي دخل فيها ابتدى بالسيارات، كان هو وكيل السيارات للجاكوار والبيجو والرينو، وبعدين تفرع من السيارات دخل شوية على الإطارات لأنه كان غطى غيار للسيارات والبطاريات. أتذكر كان عندنا وكالة يواسا مع البطاريات، هذه كان الوالد الله يرحمه. وبعدين الأخ عبد الحميد مع الأخوان، لما الوالد توفى كان الأخ عبد الحميد والأخ عبد الله والأخ محمود هم اللي دخلوا التجارة وكملوا المسيرة. في سنة 60 الوالد خذ وكالة ياماها، هو طبعا يعتبر أقدم وكيل لمكاين البحرية الياماها في العالم. سنة 80 الأخوان خذوا وكالة الجي، في ذاك الوقت كان يسمونه جولد ستار. وطبعا يعني شوي شوي الاقتصاد تغير والتجارة كبرت والحمد لله. احنا الأنشطة الحالية مقسمينها إلى 4 فروع. عندنا فرع الإلكترونيات، فرع المشاريع، وفرع المكاين البحرية والإطارات، وفرع ثاني للتعليم. كان المرحلة الابتدائية كان في مدرسة عبد الرحمن الداخل، وبعدين الإعدادية كان في مدرسة أحمد الفاتح، والثانوية كان منام التجارية. نعم أكملت، رحت أمريكا وكملت الدراسة هناك، ورديت في سنة حوالي نهاية 92. الاختيار لأن أخوي سليم كان قبلي كان رايح الولايات المتحدة فأنا التحقت وياه. نعم، وبعدين لما ردينا هو دش التجارة وأنا في نفس الوقت دشيت التجارة مع الإخوان. كانت سنة نهاية 92 بداية 93 التحقت مع الإخوان، وكان عندنا محل للمواد البحرية في جيزان، فكنت أطلع من البحرين لظهران كل يوم أحد، أسافر لجيزان بالطيارة، ويوم الخميس نرجع من جيزان للبحرين. المحق الأولي كان لما كنت أنا بالمدرسة، كل صيفية كان إلزامي أن يجي المكتب مع الأخوان. طبعاً كنت في البداية أشتغل في محلات الإطارات اللي عندنا، فذاك الوقت تبديل التاير كان كله باليد وكله ما كان في مكاين الإلكترونية اللي موجودة اليوم. نعم. هذه كان من يوم أنا كنت من أول إعدادي. نعم. كل صيفية لازم أكون في المحل. خدمة الوطن وخدمة المواطنين هذه شيء يعني أفتخر فيه. كان واحد من أبرز الأشياء اللي أنا سويت أن أخدم وطني، هذه كان يعني شيء ما يوصف ان واحد يخدم وطنه ويحاول كثر ما يقدر. وطبعا في نفس الوقت تعرفت على ناس كثير، طبعا التجربه كانت ايجابيه بكل المراحل الحمد لله. طبعا لما دخلت المعترك، طبعا الفكره كانت موجوده من زمان، من اول ما جلالة الملك أعلن المشروع الإصلاحي. نعم. في سنة 2004 ترشحت إلى رئاسة نادي الدراغ ريس اللي هو نادي السباقات السريعة اللي يصير في حلبة البحرين.
فلما خضت هناك وسويت العمل التطوعي وحسيت به، فقلت لازم في خطة أن في مرحلة لازم أدخل المعترك النيابي. فهذه كان أول خطوة. لما دخل طبعا الفوز هذه يعيد إلى الناخبين، قدمت لهم شيء، كانت فيه أفكار عندي وكانت فيه مشاريع عندي، فلما قدمته الناخبين شافوني وشافوا المنافسين فاختاروني أنا. طبعا الحالة المكان اللي أنا يعني أتذكر أحلى أيام طفولتي اللي هي لما كنت أروح الحالة، لأن الأهل كلهم والأصدقاء اللي في عمري أنا كانوا عايشين في الحالة. أنا لما كنت ساكن في المنامة كنت وحيد، أنا أصغر أخواني، فما كان في كثير من الأصدقاء وكثير من المعارف في نفس المكان. بس لما كنت أروح الحالة عيال العمام عيال العمات كلهم كانوا هناك، فأتذكر الحالة وأتذكر يوم اللي يعني مكان نادي الحالة هذه قبل كان بحر، وهذه كله ردم بالحفارات وسووا كامل. هذه أنا شهدته، الدفان لما كانوا يدفنون وكل هذه. فلما في ذاك الوقت قالوا هني بيصير نادي، أتذكر كنا نلعب كرة القدم في نفس المكان، فالنادي دائما كان لنا صلة مع النادي. يعني الأخ عبد الحميد الله يرحمه هو كان رئيس النادي في سنة من السنين ما شاء الله. اي نعم. فهذه النادي والعشق وياه أبرز الهوايات والاهتمامات. طبعا الهواية الأصلية والقديمة اللي الحين أمارسها ركوب الخيل. علقل هو طبعا ركوب الخيل عندك يعتمد على الجو، ولكن في فصل الشتاء علقل في الأسبوع مرة. كنت في وقت من الأوقات كنت سابق سيير. نعم. تشجع كرة قدم؟ أشجع كرة قدم. تشجع الحالة؟ ولكن يعني الكرة البحرينية طبعا تشجيع بلا مثيل لمنتخب البحرين. هذه طبعاً ما في أي شك في الموضوع، ولما البحرين تلعب لازم نسكر كل شيء ونطالع المباراة. ما شاء الله. إيه نعم. خصوصاً في المحافل الدولية يعني هذه شو أقول لك؟ مثل شو يقولون بالأجنبي يقولون تصير ريليجن. أنا الحمد لله الله رازقني بثلاث بنات. ما شاء الله. زين ويارا ونازلي. هل ممكن تعلم شيء واحد ان عمرك لا تقول لا في اي شيء؟ بس اليوم ما عندي اي تفكير في الفتره القادمه، ما عندي، لان اخوي اليوم موجود الاخ محمد، هو موجود في الرفه. نعم، دائما الواحد لازم يفكر في الوطن قبل ما يفكر في الافراد. طبعا الوطن اهم من الافراد. احنا الحمد لله اليوم بصحه وبخير وساكنين في أمن وأمان. الواحد ما يحس فيه إلا لما هاي الأشياء تروح عنه. فوقتها كان في كثير من الكلام من المنظمات من البنك الدولي أن يمكن الدولار يفصلونه من الدينار، فكان في كلام في ذاك الوقت. هو أهم شيء مصلحة البلد، والبلد يعني إحنا اليوم أي شيء نسوي في مجلس النواب، أنا الليل حين أقول حق الجماعة يعني إحنا أول شيء ديمقراطية صغيرة حديثة الولادة، إحنا مو عريقين في الديمقراطية. يعني يبي لنا على الأقل بعد يمكن ثلاثة أو أربعة أجيال إلى الأمام أن نكون شوية نجيب الديمقراطية اللي الناس تتأمل إليها. يعني لو نلاحظ بريطانيا اللي الناس تضرب فيه المثل بالديمقراطية، مجلس النواب خذ لها 700 سنة علشان تحصل الصلاحيات اللي عندها، 700 سنة. وفي أعتقد إذا أنا مو غلطان يعني مجلس النواب البريطاني كان عندهم، ما كان عندهم قانون لحل المجلس. نعم. إلى حد ظنتي قبل 4 أو 8 سنوات. نعم. حطوا قانون لحل المجلس. كان يمشي على الأعراف. ففي كثير من الأعراف اللي كانت عندهم يمشون عليها. فتصور
مجلس نواب عريق مثل المجلس البريطاني ما كان عندهم قانون لحل المجلس، كان في عرف كل 5 سنوات رئيس الوزراء هو يحل المجلس وكان ماشي على هالشيء. فاللي بقول حق يعني عن المجلس النيابي اللي عندنا، احنا مجلس نيابي صغير، اي شيء تعطي تشوف الثمر ماله اليوم يمكن كان البذرة موجودة في المجلس الأول أو المجلس الثاني. فالنواب لما يشتغلون اليوم الثمر تأخذ منها عقب 18-16 سنة، شوي شوي الأداء بيتحسن، الناس بتتحسن، الناخب بيتحسن، فالناخب بيقوم بيختار الشخص اللي هو أو يشوفه أكفأ، فشوي شوي هذه العملية تتطور. النصيحة اللي قدمها حق الشباب، الواحد لازم يفكر في وطنه أولا، لأن احنا عايشين في أمن وأمان ناس يحسدوننا عليه. فإذا شفت شيء هو بعاجبك حاول أنت تغير من نفسك أو تغير من محيطك إنه ممكن تعدل منه.